يبقى روشتة بقى فيها بالكوفاج بالبرايت للغير بالسوبر ستاتيك. شرح الـ LTL 98 HTML 43 في الإكساس 111 دي. هتظبط ولا لسه؟ هتظبط. سهل الحكاية كده. سكريبتين. لازم سهل. هنا كانت سهل. دي رابس يعملوا إيه؟ فوت هي مشهورة. قال لي أهم حاجة في الدنيا إنك تنصحوا شوية نصايح لوجه الله عشان رجليك. هي دي اللي عايز أسمعها. هي دي اللي عايز أسمعها. في حاجة اسمها أنوال فوت إكزامينيشن عن السكر، إحنا ابتدينا القصة دي من سنتين. إن إحنا عندنا ضيابات الفوت. سكر أي حد عنده سكر كل سنة بيتعمل له فحص للقدم. زي فحص القاعدين، زي الفحص إكزامينيشن. فحص القدم دي بتعمل فيه مونوفيلمنت فايبريشن دبل شويه حاجات تانية يا ريت تسالونا في قسم السكر تبصوا عليها حاجات مور ادفانس شويه. الهدف منها ان هو لو في اي ريسك فاكتور ظهر فالقاعده بتقول ايدنتيفاي ريسك فاكتور عشان يو كان بريفنت امبيتيشن. اوكي لا مش كل بيز فيتامين بي بس على بس قصه الفيتامينز في الاخر الكتور في سلوجيكال تيست بالنسبه لي حكايه ان انا اعمل اسمع عصب مش اي لازمه في الدايبيتيك نفس مش لازمه. فبالتالي حكايه ان انا اعمل الكتور في سلوجيكال تيست هي في ايه؟ مستعبدات انا محتاج سيدي فوق محتاج مونو فيلمنت شطر دايبيتيك نفس ايه فايدة يعني نعمل ريبرودكشن ستادي؟ اوكي. فود كير. اقول ازاي الخضار يوصل لغايه ازاي؟ يبص على رجله كل يوم بالليل قبل ما ينام عشان هي مش هتوجع او اي حاجه مش هتوجعه لازم يشوفها بعينه. عنده مشكله في ظهره يجيب مرايه يشوف رجله من تحت يحط كريم منطق كل اسبوع بعد ما يستحمى عشان خاطر ما يحصلش فيشرز تدخل في الجسم جوه القدم. دي قصة طويلة بنعمل كل أسبوع على اثنين ديوكيشنال سيشن ونجيب الناس نتكلم معاها وان اور في القصة دي اللي هي ازاي ياخدوا بالهم من رجليهم. ما عندناش سبيسيفيك تريتمنت دي الحقيقة المرة في الدايبيتيك نيرابس. مفيش دواء هيريفيرس نيرابس. جلايسيميك كنترول هيأهل البروجريشن اوف نيرابس مش هتزيد عن كده. وعندي الأدوية عشان تعالج البين اوف نيروكس عشان النيروكس ما توجعش لكن الباثولوجي نفسه هو ريفرس. هذه الادويه الموجوده في السوق ممكن دي احسن. مش هقول لكم اللي ما تفهموش. كاربامازيبين اللي هو تكنيتور ترامادول اميتريبتين اللي هو تريبتيزون فريكا جالين اللي هو ليريكا جابا بنتين اللي هو نيورونتين او كونفنتين في اكثر ادويه بتستخدمها. هرجع اقول تاني لقيت عيان زي ده ما عندوش مشكله بس انت بتاكل تاستي لقيت لاست اوف فايبريشن مش حاسس تيوننج فوق ما تدهوش حاجه لانتي ما تدهوش تبريتور ولا كونفنتين ما لهوش قسمه. انا بدي الحاجات دي ليه؟ عشان الوجع بتاع النيروبس. فاذا كان انا عندي النيروبس وما عنديش مشكله في الوجع كل ده ملوش قيمه. اللي له قيمه بالنسبه لي لهذا الشخص اللي انا بتكلم عنه تعلمه فود كير وتظبط سكره هو ده اللي يهمني. هقولها تاني هو حد يقول لكم ان انا لما ادي كبسوله اي حاجه بنتي هتوقف النيروبس او هتعمل ريفرس النيروبس This is only symptomatic treatment. اسمعوا كلام مندوبين يعني عجيب. يبقى بروبر فود كير ظبط السكر نو نيد فور دراج نتكلم عن عادي نتكلم عنه عن عادي. اوكي. مش بس النيرفز لكن انا بحس البلس فاكرين لما هم البلس وي؟ طب انا عايز اتاكد ده فعلا عنده بيتروكسيريال ديزيز ولا لا؟ لا مش اعتمدت على ريك باس. فبعمل
حاجه اسمها اللي بقيس انجل بريكيا اندكس، دي بنعملها كل مرضى السكر اللي بيجوا لنا فوق في السن. يعني بقيس الضغط في الايد وفي الرجل، وبقيس السيستوليك بلاد بريشر رجل على السيستوليك بلاد بريشر ايد، يطلع حاجه اسمها انجل بريكيا اندكس. هذا الرقم المفروض يبقى 4.9 1.3 ده نورمال. هل من 4.9 يبقى هنتكلم في البريفيرال ارتيريال ديزيز. يبقى كده رافع حاجه اسمها انتل بريكيال اندكس في الخارج الحكيمه بتعمله. يعني قبل ما عليك تشوف العيان بتلاقي الناس بتقول لك حرارته 36 8 شرط، ضغطه نايم كذا واقف كذا، والاي بي اي بتاعته خلي بالك 8 من 10. نفس يعني احنا هنا معظم الدكاتره ما عندهمش فكره عن كده. طب ايه بقى حاجه ما بقتش يعني الراجل؟ لقيت الاي بي اي اقل من 2.7 تبعت له فاسكولار سيرجن. اولا مش لازم يجي له جنجرين شرط. يبعته بدري لفاسكولار سيرجن عشان يصلح لي مشكله الريفرال ارتيريال. عاد البيتا باسس ويك الاي بي اي 0.8. اوكي يبقى دوت حاجه تاني، ظبط السكر، ظبط الضغط، يبطل سجاير، كوليسترول يتظبط، هو ده كل اللي محتاجه. مش محتاج يروح للفاسكولار سيرجن. ستوب سموكينج، جلايسيميك ليفل، ستوب بريشر كنترول، فولو اب. ريتينوبسي. اعمل ايه في ريتينوبسي؟ وراح عمل فحص الطحين طلع فيه ريتينوبس. طيب يا سيدي بص يا جماعه، جلايسيميك كنترول، بلاد بريشر كنترول. وقلت له لو سمحت لازم تروح الدكتور عيني. طب ما هو مش انت ايوه بس لازم تقول له روح. تاني يا جماعه عندنا اتليست 70% من مرضى السكر عمرهم ما عملوا فارماس اكزامينيشن. منهم ناس مكبره دماغها، دي قصه ثانيه. مرضى مكبرين دماغهم. لكن في مرضى كتير قوي ما حدش قال لهم يعملوا فحص قاعي كل سنه. يبقى ده مش سبب المرضى. هقولها تاني. اتس اسيمتوماتيك، الراجل ده بيشوف كويس قوي على فكره. الفيجن مش نوت افكتد. لكن هيز اباوت تو بي بلايند. فدي معناها ايه؟ معناها لازم فارماسي اكزامينيشن عشان اكتشف الريتينوبسي. ما اعتمدش ان انا نظري كويس ملهاش علاقه. ملهاش علاقه. لما الفيجن بيبقى افكتد في الدايبيتك الريتينوبسي اتس تو ليت. فدوت عمل فانتس عنده ريتينوبسي. اذا النصيحه اللي حضرتك بتقولها ان كل عيل عنده السكر تايب 2 فروم ذا دي اوف دايجنوزس كل سنه يتعمل فحص قاعي. ظبط سكر، ظبط ضغط، وباقي الشغل ما اعرفش هو اوفثالمولوجيست بيعمل له ليزر يعني مثلا يعمل له، بس انت دورك انك توصله لاوفثالمولوجيست. اوكي. اريكتايل ديسفانكشن. هاو تو مانج اريكتايل ديسفانكشن. علينا دور اه طبعا. سموكينج سيستيشن، ظبط سكر، ظبط ديسليبيدينيا، ظبط ضغط، ريدكشن اوف ويت. ليها علاقه بالاوبيستي اند اريكتايل ديسفانكشن. طب ممكن اخد فياجرا يا دكتور ولا ممنوع في الناس بس؟ ينفع اخد فياجرا ولا فيها ضرر؟ انا بشوف الكورونا بالنسبه للفياجرا ينفع؟ اه بالنسبه للفياجرا ينفع؟ لازم ابص اسالك ايه؟ قال لك بيطلع عند الكورونا لكن لو بياخد نايتريت هي دي المشكله. ولا دي عشان في سوء تفاهم هنا. في ناس بتطبق الكورونا كونتر انديكيشن للفياجرا. ده هو الفياجرا اكتشفوه وهم بيدوروا على علاجات للكورونا. استنوا فاصله ايه؟ يعني كانوا بيعملوا ريسيرش على ناس عندها كورونا سندروم لو العميل بيحصل لهم اريكشن. دي قصه اكتشاف السيرت الاخير. فبالتالي مش كونتر انديكيشن، لكن ما ينفعش اخده مع حفاظه ده يديته تاني. ما ينفعش اتعزل باتي نايتريت
ودي سيرة النخيل هيحصل هايبوتنشن، العيان ممكن يحصل له كولابس. فردي هنا على الراجل ده مفيش اي مشكله. It's not contraindicated الا لو بياخد فيتامين. واضحه؟ مش عشان احنا ما تاخدوش الاول اتفضل. ما ياخدش contraindicated. هقول لك انت دورك لو انت جي بي او حتى انترنست تعمل ميتابوليك كنترول للراجل ده. You can try. Yeah. If there is no response, send your patient to andrologist. يروح لحد بتاع الذكور هيدخل مع العافيه هيصل. حتى لو انت حاجات من ايه بس من اول البروستاجلاند انجكشنز لغايه سيرجنز لغايه فاكيوم لغايه بروسيس حاجات كده ما اعرفش ايه ما فيش. لكن اتس يور اول انك لو طلب منك الادفايس انك تقول لي ينفع تظبط سكر كوليسترول ويبطل سجاير ده كل الحاجات اللي انت بتعملها. مفيش ريسبونس ابعته ايه؟ سبيشالست. نسيت حاجه؟ ده جوست كوليسترول لازم نعمل ايكو؟ لا لازم يكون كلام خطير. كل عيال سكر لازم يعمل ايكو مثلا كل سنه عشان المواطن عنده سكر. ستريس اس جي كل سنه كل مره هاي بقى تنسى بس انت خلي بالك هعمل زي السكريننج كده بتاع الدايابيتس. ادي الناس اللي لازم تعمل ستريس تيست لازم قبل المجهود اي كونتكسي مش عارف على السن كده بحس ان لا يعني انتوا بيديكم هنا بيجي الان سايلنت سايلنت انجايت يعني ممكن يكون انجاين من غير وجع عشان تمامك من نفس التاني. اي حاجه كده حسيت ان في حاجه في الهارت تيبيكال هو تيبيكال بعد يعمل ستريس تيست. ابنورمال ريستنج انسجن عنده اوكلوسيف سيسفير بريفري يعني حسيت الكوسال سبيكس بتاعتها ويك او الاي بي اي لقيته قليل ده لازم يعمل ستريس تيست. عايز يبدا فيجرس اكسرسايز وما عندوش كونتر انديكيشن عايز يشيل حديد وما عندوش ما يمنع لازم قبل ما يجيب حديد. لو عنده ايه كارديو ماسكال اسكيب اوكي في هذه الحاله بيعمل ستريس تيست اس جي او ستريس ايكو ولو في مشكله بيحتاج كارديولوجيست. نسيت ادويه احنا ولا كده كفايه؟ اسبرين ده رخيص بس مهم. لو دوز اسبرين اللي هي 75 بقت 60 اصل في اراس 75 زي الاسبوسيد والاجريكس وفي اراس ثلاث اسمها جاسبر 71 مللي فممكن تدي اي جزء في الرينج ده قرص او قرصين من اي حاجه من الدنيا. ايه جزء اسمها دي مهم؟ السكندري بريفنشن يعني عيال اوريدي عنده جينو كروناري اتس ماست. جاله ستروك قبل كده اتس ماست. عنده بيكر الارتيريال ديزيز زي ده اتس ماست وكل ده اسمها سكندري بريفنشن. لكن انت دي برايمري بريفنشن اللي هو عيان ما عندوش اي مشكله لا كورونا ولا بيكر الارتيريال ديزيز ولا عنده سيرفر ولا اي حاجه اديله ولا لا اقرب عادي بقى استخدموا نقول اصلا برايمري بريفنشن استراتيجي بس عندهم تايب 2 ديزيز وعندهم انكريز كارديو فاسكولار ريسك باي ديفينيشن مين فوق سن ال 50 وفي مين فوق سن ال 60 وعندهم اني اوف ذيس فاكتور هايبر تنشن سموكينج ديسكريتيني البوميوريا بوست فاملي هيستوري كارد باسترا على طول ده عنده كل حاجه. فهو لازم ياخد اسبرين بس لو عنده اقل من 30 سنه ما عندناش ايفيدنس ما تكتبش اسبرين اقل من 30 سنه وممنوع تكتبه لاقل من 20 سنه عشان ممكن يعمل حاجه اسمها ريس. يبقى انا بص على سن العيان اقل من سن 30 مش هكتب فوق سن 30 سكندري بريفنشن لازم اسبرين. هتديه برايمري بريفنشن لو عنده كارديو فاسكولار ريسك ما يفسر فمش انت متفورمين في دي برايت كان ابراهيم اسمه بس لكن اسبرين دي مش انت بتاعت ايه هو كان هو ايه اللي خلاه يحلل الصح؟ ان نسيسري دراجز الأدوية ما كتبتش ومش عايز تكتب.
المقويات. فيتامين مش هاخد مقويات يا دكتور. انت مش بتاخد فيتامين عشان كده وبتاع. ليه كده الفيتامينات على فكره؟ البيشنس بيجي عين وسط بتكتب على الفيتامين. مش هكون محتاج وبنضطر احيانا نكتب فيتامين للناس من غير بس اختار بقى جرعة عريضة مش أي مشكلة. بس طب افرض أنت قلت له لا مفيش ايفيدنس ومالهاش لازمة وبتاع هجيله بعد أسبوع أحسن ليه يا دكتور؟ كويس يا دكتور على التغيير سمعت؟ فتروح كده ساعتها كده زي الأطوال اللي خلي وقتك قفل الطبيب بس فدي فيها شوية سايكيك ايلمنت. طب تعالوا بقى للإيفيدنس، الإيفيدنس بيقول قال مجموعة ترايلز يمكن في شيء افكتس من بعض الترايلز لكن معظمها يعني شركات الأدوية كان لها ابلكيشن. نو افكتس، ترايلز عملت قد ما فرقتش، الناس خدت فيتامين زي ما فرقتش. كل الترايلز